خيرك يا دام، بتقفلي الباب المفتاح ليه؟ الله، ويا غريبه يعني انها في الباب المفتاح؟ ده انا جايبه لك خبر العمر يا حبيبي. خبرين ان شاء الله. لقيت لك طريقه تانيه نوزع بيها المخدرات بدل العيش اللي بنوزع فيه. يعني عايزانا نوزعه فين؟ في الجاتو؟ جاتو ايه يا راجل يا بوتفور انت؟ انت فاكر البتاع اللي ودتني فيه بنتك ابتسام اللي رحت لعبت فيه الرياضه؟ الجيم. ايوه اسم الله عليك الجيم. صحابه بقى بيبيعوه. يبقى لازم مش شغال كويس. مش شغال كويس ايه بس يا ابو البنات؟ ده انا اليوم اللي رحت فيه لقيته بيشغي كده، وبسم الله ما شاء الله في شويه شباب يردوا الروح، ولاد الناس الاكابر كلهم هناك، وهو ده المطلوب. مطلوب ايه بس يا كيداهم؟ الجماعه بتوع الرياضه دول مالهمش دخل بالمخدرات. مالهمش في شرب المخدرات ده ايه؟ ده انا اليوم اللي رحت فيه هناك وانا بغير وطالعه شميت ريحه الحشيش مفحفحه لما استطلت وانا جايه. كويس اني عرفت اوصل بيتي. ايوه صح، فاكر لما كنت راجعه بتعملي كده. الله يفتح عليك. هو ده اليوم ده؟ اهو دي بقى تبقى ضربه معلم، ونصطاد لنا شويه ناس من الكبراء اللي هناك نتعرف عليهم، هينفعونا وقت الزنقه وقت ما نعوزهم نلاقيهم. ايه اقولك؟ ايوه بس احنا ما نفهمش في شغله الجيم دي. احنا مش عاوزين نفهم في شغله الجيم، احنا نشتري الجمل بمحامل بموظفين وبمدربين وبكل حاجة، علينا الإدارة وبس. إيه أقولك؟ قولي قولي كنت يا معلمة كيداهم. يا حبيبي المعلمة كيداهم. المهم أعرفي منهم عايزين يبقوا بكم بالظبط. المحل فين يا ابني؟ خلاص يا اخويا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا اخوي. خلصي بس اللي فيه. ادي يا اختي. ازيك يا ري الشحت؟ وازاي المعلم حانك؟ يا ام عمر مش قادره تصبري حبتين؟ اصبر على ايه يا اخوي؟ يعني النعمه بانت عليكي، مش خايفه الناس تشك فيكي؟ لا، ما انا قلت لهم ان انا ورثت ارض في البحيري، وكمان بعتيه. وكمان بعتيه؟ وانت فكرك يعني الناس كده مش هتشك فيكي؟ عملت المحل ده امتى؟ يجي كده من كام شهر. وكمان من كام شهر؟ طب خدي امسكي الشهريه بتاعتك اهي، رغم يعني ان شكلك مش محتاجاها. مش محتاجاها؟ مش محتاجاها ازاي يا ري الشحتي؟ انت ناسي ان انا بربي يتامي، وكمان جوزي مات وهو بيخدمكم. لا يا اختي مش ناسي. سلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. ما تبقاش تقطع الجوابات، يبقى سلم لنا على الرئيس حنفي. ادخل. ايه الاخبار يا شريف؟ اخبار كويسه قوي يا معتز بيه. المجرم اللي بيراقب مرات عزام لاحظ ان في واحد اسمه شحته مش من البلد، بيتردد عليها كل شهر، فلما شك في امره راقبه. المفاجاه بقى انه لقى بيشتغل في فرن بتاع واحد اسمه حنفي ومراته اسمها كيداء. حلو قوي. ما هو ده بقى اللي احنا مستنينه من زمان. اقعد يا شريف. شكرا يا معتز باشا. معنى كده بقى ان عزام كان بيشتغل عند اصحاب الفرن دول. مظبوط. طب انا عايزك تعرف لي شحته ليه كان بيروح لمرات عزام. التحريات بتاعتنا بتقول انه كان دايما بيديها فلوس. يبقى الفلوس اللي كانوا بيدوها لها دي تمن سكتها. تمام يا فندم. طيب ارفع لي المراقبه من عليها خالص، احنا مش محتاجينها في حاجه. ركز لي مراقبتك في المرحله اللي جايه على الفرن واصحابه. قلب عليك يا واد. جدع.
بتنال عليه. تسلمي تسلمي يا ست الكل. 100 100 ولا فراخ الجمعيه. انتشر انطلق. ليه يا حبيبتي اخبار الجيم ايه؟ زي الفل وعالي العال وشغالين حلاوه والشباب كده. والله انا خايف ريحته تطلع والبوليس يشمنا. ما تخافش يا ابو البنات، ما حدش هيشمنا، باخد شاور كل يوم يعني بنستحمى بالبلدي. ايوه حبيبتي، بس فكره العيش دي كانت فكره صعبه ان حد يفقسها، انما حكايه الجيم ده لو سمع خبر هيجي اي ضابط متنكر ويعمل نفس زبون ويقفشنا. يوه، هو احنا كلاب ولفه يقفشونا؟ ما تروق يا اخويا، في ايه؟ ما انا عامله حساب كل صغيره وكبيره. لعلمك ما بنبيعش لحد الا لما يكون من طرف حد نعرفه. الحاجه التانيه اللي بيوزعوا الصنف جوه الجيم ده من رجالتنا وعاملين نفسهم زباير، هنعمل اكتر من كده؟ هنا في مخ يا راجل مش مهلبيه. ريحتيني، ريحت قلبي وطمنتيني. انت قلقان لي يا حبيبي، مالك بس في ايه؟ بصراحه كده بفكر نسافر لبنان نعمل لنا عمليه كبيره قوي. وايه لازمتها الكبيره قوي دي؟ احنا مش شغالين والاشياء معدن وزي الفل، ايه لازمتها نكبر شغلنا اكتر من كده؟ يا حبيبتي عمليه كبيره تجيب لنا فلوس تكفينا العمر كله. بصراحه انا عايز اعمل العمليه دي وبعد كده بطل. ليه بعد الشر تبطل يا حبيبي؟ ربنا يديك الصحة والعافية وتفضل شغال وملعلع كده في وسطينا. أنا خايف أقولك تتضايقي. ما تخافش يا بنات، قولي اللي أنت عاوزه يا حبيبي، أنا هتضايق منك، ده أنت حبيب قلبي وعمري. بصراحة حبيبتي أنا عايز دي تبقى آخر عملية علشان عايز أبقى مطمن على الواد ابني. نعم يا أخويا، تطمن على مين؟ على واد مين؟ ابني. ابنك؟ ليه ما كنتش مطمن على الثلاث ولايا وانا معاهم؟ بين اربع ولايا ما كنتش مطمن على اطمن على وحدة البورس اللي انت جايبه؟ حبيبتي البنات كبرت وانت ربنا يخليك ليهم، انما البورس ده مالوش غيري، لا لو مت مين اللي هيربيه؟ لا موت انت بس ومالكش دعوه، هبوديه بنفس الملجا. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك. اهلا يا فلوس، اهلا، ازيك وازي ابو سليم؟ ابو سليم بيسلم عليك وبيقول لك اهلا وسهلا فيك ببيروت. اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل، السياره نطلتها برا ان شاء الله. برا فين؟ هون ولا أيوة هون؟ هن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا انا راح وصلك على الاوتيل، ترتاح لك ساعتين وراح امرق لعندك بالسياره لطلعك على الجبل. ابو سليم محضر لك قعده بتسوى نوم العنب. ايوه انا بحب قعده الجبل قوي، خصوصا جبال لبنان. المهم المساء كلها تمام. الله يسلمك. ما تعت الهم يا معلم، كله معمول حساب. اتفضل. تعجبني حبيبي. اتفضل اتفضل. لا ولا 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 ورا. امال مين اللي هيقعد قدام؟ اهلا وسهلا. شرفت. ديك وحشه طنوس والله يا حبيب قلبي. بيروت كلها ضوت نورت. تمام يا فندم. طمني، في اخبار جديده؟ الراجل اللي اسمه حنفي صاحب الفرن سافر لبنان عشان يجيب صفقه مخدرات جديده. كويس، بعتوا حد وراه عشان يراقبه؟ طبعا يا فندم. طب عرفتوا اذا كان هيدخل الشحنه بنفسه من المطار ولا في حد تاني هيدخلها له؟ احنا هنفتش الشنط هنا يا فندم في المطار، لو لقينا فيها المخدرات هنقبض عليه وهو متلبس، اما بقى لو ما لقيناش فيها مخدرات فهنسيبه يعدي عادي ولكننا فتشنا ولا حاجه، ونحكم المراقبه عليه كويس جدا لغايه ما نظبطه وهو بيستلم البضاعه. كويس قوي حضرة الضابط. بص بقى، مش عايزينه يحس باي حاجه قبل ما يتقبض عليه والا. تمام سعادتك. ما شاء الله سبحان الله، المنظر من هون يا ابو سليم يرد الروح. هذا مكان المفضل، كل ما يكون عندي هموم بيجي بقعد هون ساعة ما في شيء. ربنا يجعلك الهم. المهم هنعمل ايه في موضوع البضاعة؟ شوف يا معلم، يا اخي انت رح تدفع المصاري هون والبضاعة بتستلمها بمصر،
هيك أأمن لإلكم ولإلنا. لأنه هالأيام العيون مفتحة عندكم وعنا. والبضاعة بقى حتوصل مصر إزاي؟ ما تقلق، عنا طرقنا. خلاص، يبقى المصاري لما البضاعة توصل مصر. ليش يا معلم حنفي؟ مش مستأمننا؟ لا لا ليش ولا عيش، سلم واستلم. مش جايز الجدع اللي منزل بضاعة في مصر ده يتقفش يتمسك يتقبض عليه، ساعتها ايه؟ تضيع عليا الفلوس، ابقى دفعت الفلوس في سمك في ميه هو غيرني ظلموه. لا معلش معلش. ماشي اتفقنا اتفقنا. ها ركبني بقى الترافيك. بالاول راح اخدك على مغاره شعيطه. دي غير مغاره علي بابا والاربعين حرامي. لا مغاره شعيطه هي قطعة من الجنة على الأرض. قطعة؟ لا نروحها بس بالترفريك. يلا يلا بينا على جعيته. هناك دي يا بت يا بت يا بت يا بت يا حمد لله على السلامة يا بت. والله وحشتني قوي. جبتلك بجد. امال امك فين؟ لسه ما رجعتش من الجيم. اها وروحي يا اختي. راحت تزور حنان. احسن برضه. قول لي اتوفقت في شغلك؟ طبعا كله تمام يا معلمي. خلاص كلمت ابو سليم وخدت منه البضاعه واتفقت مع مصعد الحمش على مكان وتسليم البضاعه كمان. فارم عليك هذا شحت، يبقى جهز نفسك عشان اروح انا وانت المعدة. بس الراجل ده طلع ابن لذينه بصحيح، ازاي يعني قدر يعدي الكميه دي كلها من المطار؟ حد عارف هو عداها من المطار ولا من اي مينا؟ مش مهم، المهم المصلحه وصلت وخلاص. ادخل. يا شريف هاتي ما عندك. كله تمام يا ساتر الراجل. سيبنا ابو سليم يعدي البضاعه من المطار وسلمها النهارده للجدع اللي اسمه شحت. والتحريات بتاعتنا بتقول ان بكره معاد تسليم لتاجر المخدرات اسمه مسعد الحنش. كده بقى القضيه بقت تمام التمام. دورنا ان احنا نقبض عليهم وهم متلبسين ونحرز البضاعه بدل ما القضيه تبقى في شنك ومجهودنا يضيع هدر. على فكره انت عارف كويس قوي لعيب تجار المخدرات ولعيب المحامين بتوعهم. ان شاء الله انا هستصدر امر النيابه وهكون معاكم في الضبطيه. وخد بالك رفعت باشا مهتم جدا بالقضيه دي. ما تقلقش يا معتز باشا كله هيبقى تمام. بس مش ملاحظ سعادتك انهم بطلوا تماما موضوع التهريب في رغيف العيش ده؟ لا ما هو بعد ما عزام اتكشف اتاكدوا ان تهريب المخدرات في رغيف العيش بقى كارت محروق. بس التحريات بتاعتنا بتقول انهم يملكوا جيم كبير في مدينه الشيخ زايد. لا 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 الجيم ده مش بتاع مخدرات ولا حاجه، ممكن يكون غسيل اموال. يا شحتة معلم مصعب اتأخر كده ليه؟ ما تأخرش ولا حاجة معلمي، احنا اللي جينا بدري. وبعدين مالك قلقان ولا ايه؟ مش قلقان ولا حاجة، بس خلاص حاسس ان جه اوان التوبة يا شحتة. العمر بيجري، نفسي ابني لما يكبر يفتخر بيا. عشان كده بقى المرة دي جبت كمية بضاعة كبيرة. ايوه هتبقى اخر عملية ان شاء الله، وناوي ناوي ابني جامع. ايوه جامع واسميه باسم ابني، جامع يوسف. ايوه جامع كده حته واحده في قلاب عربيه الظاهر وصل.
تقريبا هما معلومة. هما يا برنس. دل على السلامة يا معلم. جايز؟ كله تمام. بضاعة شحطة من ورا. ورانا ورانا يا معلم. انا شايفهم يا اخي.